يزداد جنون الخليفيين كلما أعلن البحرانيون عن فعاليات ميدانية ترفض الغزو السعودي، وما الأحكام الجنونية والمداهمات الشرسة إلا علامة من علامات السعار الخليفي الذي يزجر فشله على نار من القمع، حيث قمعت المرتزقة الخليفية عددا من المواطنين في بلدة العكر بعد أن طلبوا بخروج درع الجزيرة من البحرين، كما واجه العكريون السلطات الخليفية بعد أن رفضوا حكم القضاء الخليفي بإعدام المواطن سلمان عيسى. من جهتهم عبر مواطنون في بلدة ويدرات عن غضبهم الشديد بما قضته السلطات الخليفية بإعدام سلمان عيسى، حيث أغرقت المرتزقة الخليفية بلدة نويدرات بالغازات الخانقة، مما اضطر المواطنون لغلق الشوارع للحؤول دون دخول المرتزقة إلى عمق البلدة. وواجه أهالي كرزكان المرتزقة التي قمعتهم بنفس الوتيرة التي قمعت فيها البلدات الأخرى، فيما أغلق أهالي سترة أحد الشوارع تأهبا لفعاليات ميدانية يعتزم البحرانيون إقامتها ربضا للغزو السعودي للبحرين. وطالب أهالي المصلى بإنهاء الحكم الخليفي في البحرين عبر تظاهرة جاب الشوارع البلدة، ردد خلالها المتظاهرون بشعارات ثورية ترفض أي صلح مع الخليفيين، وتحت شعار شعب لا يعرف الهزيمة تظاهر أهالي أبو صيبع رافعين أعلام الوطن ومرددين شعار الشعب يريد إسقاط النظام. الجامع للتظاهرات والمواجهات طيلة الأيام الماضية هو ربض الاحتلال السعودي ورفع الصوت بخروجه من البحرين حالاً.